أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد هذا المساء من برنامج ما وراء الحدث، نخصصه اليوم لمتابعة تغطية إنقاذ الطفل ريان. ينضم إلينا من جامعة تمروت بعد قليل زميل عبد المولى بوخريس موفد قناة ميديا تي في إلى هناك، كما سيكون معنا من عمان السيد صخور صخر النسور وهو نقيب الجيولوجيين بالأردن، وسيكون معنا لاحقا البروفيسور سعيد المتوكل الطبيب المتخصص في الإنعاش في الدار البيضاء، وسينضم إلينا لاحقا كذلك من جامعة تمروت أنس البعبوع وهو الكاتب العام لمكتب الهلال الأحمر المغربي بإقليم شفشاون، وسيكون معنا لاحقا السيد علاء بوخجو وهو عضو مؤسس لجمعية شفشاون للاستغوار والأنشطة الجبلية ومرشد للفضاءات الطبيعية من مدينة شفشاون. أهلا بكم جميعا. أبدأ معكم عبد المولى بوخريس، هل أنت معي؟ نعم جوهرة، مساء الخير. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مساء الخير ضيوف الكرام. مساء الخير، نريد أن نعرف هل من مصادر تتحدث إلى الآن عن وجود إشارات بأن الطفل ريان ما زال على قيد الحياة؟ نعم جوهرة، ربما هذا هو الأمل الوحيد الذي يحدو ويدفع فرق الإنقاذ إلى مزاولة أو مواصلة العمل باجتهاد إلى حدود الساعة برغم المخاطر التي تطرحها طبيعة التربة في عين المكان. هذا هو الأمل وهذا هو خيط الذي يربط طبعا الحضور وفرق الإنقاذ بموقع الحدث. الكل متيقن بأن الطفل ريان ما زال يتنفس وإن في وضعية صحية جد حرجة، طبعا بسبب انقضاء ما يقارب 80 ساعة في عمق البئر، لكن الأمل يحذو الجميع، ومن أجل هذا الأمل والحفاظ عليه الجميع يسارع الزمن من أجل بدء في شق هذا النفق الأفقي الذي من شأنه أن يصل الفرق بالطفل الثاوي في عمق البئر. طيب عبد المولى، الآن ماذا تفعل فرق الأنقاذ؟ نعم، حاليا قبل ساعة ونيف، قبل ساعة وعشرين دقيقة بالضبط، تعرضت طبعا فرق الإنقاذ التي كانت بصدد البدء في عملية شق هذا النفق الأفقي لانهيار التربة. سببه عاملان، أولا طبيعة التربة ذات الطبيعة المتفتتة والتي تنهار بشكل سريع، والسبب الثاني هي جماهير أو الحشود التي ترابط بمحيط هذه الحفرة الكبير. طبعا هذا التواجد العدد الكبير للأعداد يؤدي إلى ذبذبات في الأرض، وبالتالي هذا يؤدي إلى سقوط بعض طبعا الطبقات من هذه التربة. إذن نحن نوجه النداء الآن إلى ابتعاد الجميع وترك فرق الإنقاذ، هذا هكذا يمكن أن يساعدوا ريان من أماكنهم. تماما، لأن الحضور ليس أقل غيرة أو أكثر غيرة من فرق الإنقاذ بعين المكان. وجودهم ربما سيمنح الدعم النفسي للأسر، لكنه سيعقد من عمل الفرق المتواجدة بعين المكان. فقط لوضع المشاهدين في الصورة، ربما أكاد أجزم بأن عشرات الكيلومترات من السيارات مركونة بعدما تم منعها من قبل السلطات عناصر الدرك التي قامت بتحويط المنطقة لمنع توافد عدد أو مئات من المواطنين القادمين من مختلف المناطق. طيب دعنا في الإطار الإنقاذ الآن، ما الذي بقي للوصول إلى ريان إلى الآن؟ هل من تقدير زمني كم الأمتار الفاصلة اليوم بيننا وبين ريان الآن؟ حاليا لا يمكن الحديث عن سقف زمني بقدر ما يمكن الحديث عن سقف أو عن مسافة ربما هي تتمثل ما بين 4 أو 6 أمتار من أجل الوصول إلى المكان الذي يتواجد به الطفل، لأنه العملية بطبيعتها حساسة، فبالتالي لا يمكن قياسها زمنيا في ساعة أو ساعتين. فبالتالي العمل حاليا يتم على تأمين مجال العمل، تأمين الفرق لأنها تعمل في مجموعات، وبالتالي تم اعتماد طبعا أنابيب حديدية كبيرة ذات قطر يتجاوز المتر، كما تم استخدام مجموعة من الأنابيب التي تستعمل عادة لتصريف مياه الصرف الصحي من أجل أن تكون ربما بمثابة حماية، وكذلك تدعم هذا النفق الذي يتم بداية بدء العمل عليه مجددا لتكون كدعامة وتشكل حماية لهم. فهذا يتم العمل
إليه بمنطلق العمل الذي يتم عادة في الأنفاق، أنه يتم حفر جزء ويتم تدعيمه وبالتالي الانطلاق إلى الجزء الثاني مترا حتى الوصول. لكن الأفق الزمني لا أحد يستطيع الجزم بهذا الأفق الزمني أو كم سيتطلب الأمر، لكن ما يمكن الجزم به هو أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل وما زالت تشبث بالأمل، ولن يقف أو لن يحد من عملها إلا الوصول إلى الطفل ريان أو الملاك ريان بحسب ما يطلق عليه المغاربة. بطلنا ريان، إذن العوامل المحددة للعمل هي أن نصل إلى ريان ويكون بإذن الله حيا يرزق، أن لا نصعب كذلك من حظوظه بأن نبتعد عن الجميع، أن لا نعرض حياة المنقذين إلى الخطر، وأن تمر العملية بسلام، نأمل بذلك. طيب أنتقل مباشرة إلى البروفيسور سعيد المتوكل. تقريبا بروفيسور، أي حالة إكلينيكية الآن للطفل ريان بعد مرور هذه الساعات؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة، ونتمنى كل الخير للطفل ريان، والحالة السريرية للطفل ريان كما نشاهد هي حالة قد تكون فيه حالة ردود، وكذلك حالة من عدم ارتواء، كي يكون هناك حالة من العطش ومن الجفاف لأن الطفل لم يأخذ من الماء، وكذلك هناك نقص في الأكسجين، وإن كانت هناك فرق الإنقاذ توصل له هذا الأكسجين، الحالة تبقى حالة حرجة بالنسبة للطفل. منعرف أن ثاني أكسيد الكربون الذي يخرجه ريان قد يشكل خطورة عليه أم لا في مكان مغلق؟ هناك انحباس للتنفس، هناك تأثير عدم وصول الأكسجين بالشكل الكافي، وكذلك انحباس ناتج عن عدم إخراج الجسم ثاني الأكسيد الكربون، وكذلك ما تعرفه كذلك عملية الإنقاذ من مشاكل متعلقة بالردود وبانعكاسها على الجهاز التنفسي، وكذلك قد يحدث فقدان الوعي، وفقدان الوعي كذلك قد يؤثر على الجهاز العصبي للطفل. ولكن أن يكون فاقد للوعي بروفيسور، نريد أن تشرح لنا ماذا تعني، ولكن عندنا أمل نحن أن فقدان الوعي قد يساعده على عدم ربما الشعور بصدمة نفسية. لا نعرف الحالة النفسية لطفل لخمس سنوات كهذه كيف يتعامل معها، كيف يتأقلم معها. نعرف أن الأمر صعب جدا على الكبار، ماذا عن الصغار؟ بالنسبة للصغار هناك كذلك مقاومة لجسم الطفل لهذه التحديات، وهذه المقاومة هي ناتجة عن انخفاض حرارة جسم الطفل، وانخفاض حرارة جسم الطفل قد تساعد في حدود معقولة على صد الصدمات. هذا ممكن. كذلك نتمنى خيرا للطفل لأن سقوطه من علو هو في حدود 30 متر، وهذا السقوط نظرا للطاقة الحركية قد يصيبه بردود في الجمجمة، قد تكون هناك ارتجاجات للجهاز المخي والعصبي، كل هذه العوامل قد تسيء إلى صحة الطفل، ونتمنى خيرا
للطفل. طيب سأعود إليك لنتحدث عن فرصه الحقيقية في النجاة حسب ما يبدو لك من هذه الحالة بالخصوص. أنتقل مباشرة للسيد أنس البعبوع، إلى أي مدى عمل فرق الإنقاذ صعب في هذه الظروف سيدي؟ حقيقة المسؤولية صعبة، ويعني الأمور هي الآن كلما وصلنا إلى أعماق كبيرة إلا وزادت الأمور صعوبة. فالمشاكل المتواجدة في الميدان، المشكل الطبيعي، وبالإضافة إلى يعني تكاثف الناس أو الحضور المكثف للجماهير للمنطقة، يعطي يعني ضغطا نفسيا على فرق الإنقاذ، بالإضافة إلى الضرورة التي يجب أن يعني يحس بها، أو الضرورة التي يحس بها المنقذون من أجل إسراع لإنقاذ الطفل ريان، فهي أيضا ظروف تصعب من العملية. الظروف النفسية تقصد. طيب أنتقل إلى علاء بوخجو. علاء، أنت كنت في عين المكان، ليتك تصف لنا ما عشت أنت. يا تنس، واحد اللحظات صعبة، خصوصا ملي كان الأخ عماد فهمي كيحاول أنه يدخل ديك البئر، هي فعلا بئر ضيقة، والأخ عماد فهمي يعني راه عانى من واحد الصعوبة كبيرة باش يقدر يوصل ديك المستوى اللي نزلوا، اللي كان يفوت ل 25 متر. كانت الجهود ديال الوقايه المدنيه والسلطات المحليه، ولكن كان نفس الاشكال، هو كان واحد التجمهر ديال السكان تما. فعلا النيه هي حسنه، احنا ما نقدروش نشكوا في هذه المساله هذه، ولكن كنتمنى من المتواجدين تما واللي ما يقدروش يعاونوا يعطيو شويه ديال الاسباس لديك الناس باش يخدموا على خطرهم. طيب انتقل الى الاستاذ سخر النسور، اهلا بك معنا سيدي. يا مرحبا، اهلا وسهلا. طيب انت لك درايه كبيره بعمليه الانقاذ كهذه، من الناحيه الجيولوجيه الى اي مدى هي عسيره وصعبه ومرهقه؟ شكرا للاتصال، وبداية اسمحي لي أن أشارككم الدعاء كما هو العالم العربي بالدعاء إلى الباري عز وجل أن تكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن يعود البطل ريان إلى أهله سالما معافى بعون الله. لا شك أستاذة جوهرة بأن الجهود المبذولة جهود جبارة وكبيرة، وأنا تابعت على مدار 3 أيام فرق الإنقاذ من السلطات المحلية في المغرب الحبيب لإنقاذ الطفل ريان. هي جهود فعلا كبيرة. المعيقات الموجودة دعيني أصنفها سريعا، معيقات جيولوجية تتمثل في طبيعة التربة الهشة اللي يتعاطى معها فريق الإنقاذ. أخطر ما أزعجني في الأيام الماضية، وهذا نداء من خلال محطتكم الكريمة إلى أهلنا في المنطقة، إلى الشعب المغربي الموجود، الحشود الكبيرة تشكل حالة انتحار جماعي والله، لأن الوقوف على حافة الخندق المحفور على التربة الهشة هذا يشكل خطرا بالغا على الواقفين على الجبل وعلى فرق الإنقاذ وعلى الطفل ريان. ثم أن أي اهتزاز لهذه التربة الهشة حتى في السيارات التي تأتي على كيلومتر واحد، هذه تشكل اهتزاز، تنتقل في باطن الأرض عبر موجات في باطن الأرض تشكل اهتزاز. المطلوب حالة صمت مطبق في المنطقة ذات العمل في الحدث للوصول إلى هذه، كلها تعيق عملية الوصول إلى الطفل ريان. بالأمس كان يعني 3 انهيارات جزئية أثناء عمل الجرافات، وهذا كله مرد إلى الحركة الزائدة حول الخندق الذي تم حفره. هذا الخندق بطول 150 متر، آلاف الأمتار المكعبة من الأتربة والرمال تم استخراجها، وأنا أؤيد ما ذهبت إليه الفرق الإنقاذ بإحداث خندق موازي للوصول إلى نقطة الصفر الموجود فيها ريان، لأن حفر بئر عمودي بجانب البئر الموجود يشكل خطرا أكبر، سيما أن الحفر يحتاج إلى حفارات روتري أو حفارات ذات قوة عالية تعمل على اهتزاز الأرض. الحفر بشكل خندقي
هم فتحوا الجزء المحاذي للبئر وبأسلوب بعيد وسحبوا الأتربة إلى الخارج. الآن النقطة الحاسمة عند الاقتراب من نقطة الالتقاء بين الخندق الأفقي والبئر العمودي هي النقطة الحاسمة، هي التتويج لكل الأعمال من يوم الأربعاء إلى اليوم. لا تضيعوا تعب فرق الإنقاذ أيها الإخوة أيها الأحبة الموجودين، نقدر مشاعر الأهل في القرى والأرياف، وهذا هذا الشعور موجود الآن. اليوم العالم العربي كله يشعر مع ريان وأهله ومع المملكة المغربية الحبيبة. اليوم مطلوب حس عالي من المسؤولية. هذه الفرق التي تعمل عليها جهد نفسي وضغط عصبي، نخشى أن يكون هنالك أمطار. الأمطار تشكل خطر كبير على هذه التربة الطينية، تصبح زلقة قابلة للانزلاق في أي لحظة. لذلك مسابقة الزمن قبل هطول الأمطار، وحتى نسعف ريان بالسرعة الممكنة لأنه الظروف الصحية استمعنا إليها قبل قليل. طبيعة الأرض الجيولوجية الموجودة، طبيعة الأترب اللي على أطراف الخندق، طبيعة البئر اللي فيه ريان ذاته اليوم هو عالق في جزء في منتصف البئر، وفيه حماية ربانية شكلت الصخرة حماية، وإن كانت بالبداية سببت إعاقة لأنه أحد الإخوة المنقذين نزل حتى ينقذ ريان، ما قدر يكمل عند المسافة 28 متر لأنه كان في هذه الصخرة شكلت حاجز. ولكن بالمقابل نتيجة عدم وجود تغليف أو كيسنج للبئر، هناك يتساقط أتربة وحجارة بشكل مستمر. هذه الصخرة شكلت حماية لريان. ما ندعو له أن يكون هنالك ثقب أفقي يعمل في كيسنج هذه الأنابيب القطرية، سواء وأفضل أن تكون من نوع الستيل، لأني شاهدت نوعين، كونكريت خرساني اسمنتي وشاهدت ستيل. هذه يتم وضعها بشكل قطري للوصول إلى الثقب أو إلى الفتحة المشتركة بين الخندق الجانبي والبئر العمودي، ويكون المسافة تحت ريان. لابد أن يكون إحداث، لذلك كانت أجهزة الرفع المساحة التي استخدمتها السلطات لتحديد الارتفاع والعمق المناسب ليكون أعلى أو أكبر من 32 متر. طيب لنتجاوز مكان وجود ريان. سأعود إليك لتشرح لنا ماذا يعني الحفر الأفقي، صعوباته، وما هي العوامل التي تؤثر عليه لاحقا. أعود إلى البروفيسور سعيد المتوكل. بروفيسور، أي فرص للنجاة للطفل ريان؟ كم يستطيع طفل في عمره الصمود بدون ماء وأكل؟ هل الأكسجين أهم ما يجب أن يتوفر للطفل؟ ليتك تعطينا الأمل، ما زلنا متمسكين بالأمل. هناك أمل كما قلت، هناك كذلك الحالة الارتواء للطفل ريان، وريان اسمه كذلك يحيلنا إلى الارتواء وإلى الرواء. وكذلك هناك تحديات بالنسبة للطفل، ونعرف أن للطفل حدود. كم يوم تقريبا بروفيسور؟ تقريبا هو لازال 50%، هو لازال حيا يتنفس، هو لازال على قيد الحياة. إذا كان هناك الأكسجين متوفر بروفيسور، كم يوم يمكن الصمود هكذا؟ هو ما نعرفه من خلال التجارب في حالات السقوط من أعلى، وكذلك في حالات الزلازل الأطفال لهم قدرة كبيرة على الصمود، وكل هذه الحالات تبشر بالخير. نتمنى. كم يوم تقريبا بروفيسور؟ في 50% من الحالات يمكن للطفل أن يبقى وأن يصد الصدمات. كم يوم؟ 5 أيام تقريبا؟ 6 أيام؟ 7؟ حد 5 أيام أو أكثر، ما نعرفه من التجارب. هناك تحديات بالغة من نقص الأكسجين، من كذلك من الجفاف
قد يعرفه الجسم مع من عدم الشرب، وكل هذه العوامل تبقى عوامل الخطر بالنسبة للطفل. هناك تحية إكبار للفرق الإنقاذ وفرق الحماية الوطنية وكذلك للسلطات. هناك تحديات كبيرة، ونتمنى كل الخير للطفل ولكل الفرق المنغمسة في إنقاذ هذا الطفل. نريد فقط أن نذكر بأخلاقية المهنة، ومهما كان الطفل ريان هذا إنسان له حرمة لجسمه، ندعو أن يكون مقاوما، وهو بالأساس بطلنا جميعا بروفيسور اليوم. أعود مرة أخرى إلى أنس البعبو، ما هي المهام التي قام بها الهلال الأحمر سيد أنس إلى الآن؟ حاليا الهلال الأحمر المغربي يقوم يعني بتوزيع مجموعة من الوجبات الغذائية وقنينات المياه على العاملين في هذه العملية. هل لديك تقديرات تقريبا لعدد العاملين في هذه الفرق؟ حقيقة يعني التقديرات يعني غير دقيقة، لأن الفرق المشاركة من طرف السلطات المحلية والوقاية المدنية، رجال الدرك الملكي، رجال القوات المساعدة، الكل منخرط وبشكل مكثف من أجل حماية وتحصين هذا المكان، ومن أجل العمل على التسريع من أجل إنقاذ طفل ريان. أنس، هل تؤكد لنا أنه فعلا أكل أو شرب؟ هل لديك معلومات أكيدة؟ المعلومات الأكيدة التي أمتلكها هي أن الطفل ريان هو تحت إشراف طاقم طبي بالإضافة إلى الوقاية المدنية، يتتبعون حالته الصحية بطريقة مباشرة. أما أي معلومات أخرى فحقيقة بعد تقسيم المهام واتجاه الهلال الأحمر المغربي للتعامل مع الساكنة من أجل عمليات التحسيس ومن أجل يعني توزيع مجموعة من المساعدات، كانت هذه المعلومات يعني غائبة عنا حاليا. طيب، لن تستطع أن تؤكدها. علاء بوخجو، هل ما هي آخر المعلومات التي تصل إليك؟ لحد إلى الآن كاين واحد إلى الآن كاين واحد مجموعة من المستغورين اللي كيسميو الجمعية الرياضة الجبلية والبيئة اللي هي اليوم في عين المكان، كيقولوا بنفس الشيء بأن الفرق بداو كيحاولوا أنهم يحفروا أفقيا، ولكن كيكونوا بعض النهيرات من ما بين الفينوسي والاخرى. هما في انتظار ان السلطات والساكنه بعد ان هذا تفتح المجال للناس، وكيستناو هذه العمليات الحفر باش يشوفوا الطريقه اللي يقدروا يتعاونوا بها تما. طيب، انت على تعرف السيد الذي حاول انقاذ هذا الطفل حكى ان هناك صخرتين تقريبا تمنعانه من ذلك، منعتاه من ذلك، وحكى كيف ان الامر كان صعبا جدا عليه كذلك، حاول مرتين اعتقد. هو حاول جوج المرات الاخ عماد فامي، حاول المره الاولى ونزل تقريبا واحد 17 متر، والمره الثانيه تجاوز 26 متر. ولكن ما نعرفه من خلال عماد وهي موثوقه ان الطفل استجاب له من خلال الانين، سمع صوته. طبيعي بالضبط، خصوصا في المره الثانيه، بحكم ان في المره الثانيه كان قريب المستوى اللي فيها الطفل ريان، اللي كنت من الاولى انه يخرج سالم من هذا الحاله هذه، كان قريب منه واستجاب ليلو. ولكن المشكل في هذا البئر هذا هي ان كل ما حاول انه يهبط فيها شي واحد، كل ما انها كتزيد ضيق لها شديد. حفر صناعيه، يعني ماشي شي بئر لي ولا شي بئر ديال شي مغاره ولا شي ديك من البئر اللي هي كبيره شويه. لذا هنايا فين كتكمن الصعوبه، عاد كيكونوا شي الانحرافات داخل هذه البئر هذه، هذه هي اللي كان تعرض لها عماد. يعني جوج المرات هو كيحاول باش يهبط بواحد الطريقه عموديه بحته، ولكن ما قدرش في هذا السياق هذا.
طيب اعود الى الاستاذ صخر النسور، هل لك ان تشرح لنا صعوبه الحفر الافقي؟ ماذا يعني؟ كيف يتم؟ هل الصعوبه في انهم يلتقون مع الصخره؟ هل يمكن للجيولوجيين والتوبوغرافيين ان يعرفوا من بعيد ان هناك صخره ما، وكيف يمكن تجنبها؟ لابد ان نقر بان طوق النجاه الوحيد الموجود الان هو الخندق والحفر الافقي للوصول الى ريان. كيف يحفرون بطريقه تقليديه يدويه؟ كيف يتم الحفر الافقي؟ نعم ساتي على ذكر طيب ذلك. تفضل. اذا امنا بان طوق النجاه ان شاء الله يكون من خلال الخندق الافقي بضع مترات بقيت، لابد من أن يكون بمعاول يدوية وليست بجرافات أو حفارات، لأنها يعني ستحدث ضررا بسبب الوزن والثقل. طيب هذا الحفر عفوا الحفر بطريقة يدوية تقريبا المتر كم يستغرق من وقت؟ والله في ظل الظروف اللي بيشتغلوا فيها وتابعتها على المحطات وظروف صعبة، وأؤكد مرة أخرى وجود الحشود يلحق ضررا بالغا بالفريق العامل، يأخذ وقت لسبب أنه بحاجة إلى دقة وخفة، حتى لأنه الهشاشة اللي موجودة هشاشة كبيرة، كلما اقتربوا من فتحة البئر أو مكان التقاء مع البئر. إذن كل متر كم يستغرق من وقت تقريبا؟ أنا أعتقد يعني إذا كانت، لا أعلم كم هي المسافة المتبقية، على ما نعرف أنها من 4 إلى 5 إلى 6 أمتار، هذا ما نعرف تقريبا. يجب تحديدها، ولكن بكل الأحوال الآلية تثبيت هذا الكيسينج، هذا الأنبوب. نعم. الستيل أو الكونكريت، هذا يتم بالتدريج، يتم الحفر بالمعول ثم إدخال هذا الأنبوب إلى مكان ما تم حفره بالتدريج ودفعه قليلا لكي يأخذ مكانه في الأتربة اللي موجودة حتى يشكل كيسينج وتغليف وتبطين. طيب متر كم يستغرق تقريبا المتر من الحفر بالطريقة اليدوية؟ والله أعتقد تقريبا بين الساعة والساعة ساعة وساعة ونصف. طيب أعتقد ذلك في الظروف الطبيعية، ولكن يعني من خلالكم أرجوكم مرة أخرى أن السلطات المحلية بكل ما تبذل من جهود أن تبعد الحشود، لأنها تشكل خطرا على الأكتاف الموجودة على الخندق. أنا أشاهدهم بأم العين في المحطات أنهم موجودين على حافة الحفرة، وهذا والله يشكل أثرا بالغا وخطر والله. فيعني من خلالكم أهلنا أحبائنا في المنطقة المغارب الكرام، أرجوكم ابتعدوا وأفسحوا المجال للقوات التي تبذل جهودا حسنة ومباركة وجبارة، وكل الأدوات المتاحة يستخدموها للإنقاذ. ما في طيب شيء واضح تماما. وصلت الفكرة. أعود إليك بروفيسور متوكل، أكيد أن هناك لجنة للمتابعة الطبية ولو من بعيد، كيف تشتغلون في ظروف كهذه بروفيسور؟ كيف تقيسون نسبة الأكسجين؟ هل هناك تقديرات؟ هل العملية فيها قياسات ما؟ هي الحالة جد حرجة، هناك نقص في الأكسجين، وإن كان تمديد للأكسجين بواسطة الأنبوب جاري، هناك كذلك الحالة النفسية للطفل، لا ندري كم سيستغرق الوقت، كذلك هناك حالة الجفاف من عدم الشرب تؤثر على الطفل، هناك نقص في التغذية، هناك كذلك مستوى انعكاسات الردود على نفسية الطفل، على فيزيولوجية الطفل كذلك. كل هذا لا يساعد في الفرق الإنقاذ. هناك كذلك انخفاض الحرارة كما قلنا، كل هذه العوامل تشكل عائقا كبيرا للإنقاذ. ولكن بروفيسور، هل هناك حسابات ما
تتعلق بالكمية التي تمنح له من الأكسجين، كيف تتصرفون؟ هل هناك كيف تدققون في حالة كهذه؟ هو هناك إمدادات بالأكسجين، هناك الإمدادات بالأكسجين الطبي كذلك هناك حالة نقص الأكسجين والحالة الفيزيولوجية للطفل والحالة كذلك انعكاسات الردود على الحالة الطبيعية للطفل. كل هذه العوامل تؤثر وتشكل تحديا كبيرا من الناحية الطبية والفيزيولوجية. طيب سيد البابو، كيف يتم التنسيق بين كل الفرق المتدخلة؟ هل لك أن تقربنا أكثر خاصة مشاهدنا الكرام من الفرق الموجودة؟ سمعنا أن هناك فرق متخصصة في الزلازل، توبوغرافيين، مهندسين، آخرون متخصصون في الجيولوجيا، الفرق المساعدة. قربنا أكثر أرجوك التنسيق بين هذه الجهات، كيف تمت؟ حقيقة السلطات المحلية تقوم بدور مهم في توزيع المهام والخصوصات حتى عبارة عن يعني تضافر للجهود. تم توزيع المهام حسب قدرات وحسب التقنيات لكل التقنيات المكتسبة لكل جهة محددة من أجل أن يعطي كل في مجاله. يعني التقسيم منذ الساعات الأولى كان مميز جدا. السلطات المحلية قامت بتنسيق داخلي من أجل الحفاظ على السلامة ومن أجل الإسراع في عملية الإنقاذ. العملية التنظيمية أيضا تعطي أكلها في إطار سريع في العمليات أو الإحاطة والتمكن من أيضا التحكم في الحشود نسبيا حتى لا تكون هناك أعراض ثانوية قد تظهر بسبب وجود يعني العديد من الأشخاص حول المكان. طيب سيد علاء أبو خدشو، أنتم تعرفون هذه المناطق الوعرة، تعرفون المنطقة جيدا، هل سبق وأن أنقذتم شخص كان عالقا في مكان ما؟ هل توجت مجهوداتكم ربما بالنجاح؟ وما في الحقيقه كيكون الحالات الحمد لله كيكون الحالات قليله، ولكن فيما ما كتكون شي حاله بحال هذه. كانت السنه الماضيه كان وقع واحد السيد في واحد المغاره منين كان كيتجول في الغابه، ووضعنا راسنا رهن الاشاره ديال السلطات المحليه، وقمنا بواحد المجموعه ديال التدريبات وانشانا واحد الجمعيه وطنيه. كان شخصا راشدا؟ راشدا. كم وقع كم من متر تقريبا؟ تقريبا واحد 50 متر. وكيف تم انقاذه؟ عن طريق هي نفس العمليه اللي كانوا كيستعملوا الوقايه المدنيه والاخوه ديال جمعيه الرياضيات الجبليه والبيئه وجمعيه تمشون للصور الانشطه الجبليه، نفس الطريقه بنفس التقنيات. يعني ما كانش شي حاجه شي تقنيه اخرى جديده. كم بقي عالقا هذا الشخص؟ تقريبا واحد نقولوا اقل من يوم باش قدروا يجبدوه. كان سقط في منتصف النهار على يد الوقت اللي وصلوا فيه الفرق الانقاذ والفرق ديال الجمعيتين كانوا انتشلوا الجثه ديالو للاسف. كان واحد نقولوا واحد 20 ساعه هكذا. طيب أعود إليك الأستاذ صخر النسور، أكيد أنكم عشتم تجارب مماثلة، هل لكم أن تشرحوا أو تحدثون عن تجربة عشتموها شخصيا وكيف انتهت؟ الأزمات والكوارث الطبيعية موجودة في كل العالم، من انزلاقات وانهيارات وفيضانات، بالإضافة إلى السقوط في الكهوف والمغر والآبار القديمة. أساس الأشياء سيدتي الوعي ونشر الوعي قبل وقوع الكارثة، فيتم تقسيم الأزمة إلى ثلاثة مراحل: ما قبل وقوع الكارثة، وإدارة المشهد والأزمة أثناء الكارثة، ومن ثم العبر والدروس المستفادة بعد الكارثة. هذه الثلاث
محاور يجب على كل دولة أن تأخذها بعين الاعتبار لاستخلاص العبر والدروس. حدثت في الأردن طبيعة جبلية مشابهة لطبيعة شمال المغرب، حدثت حوادث كثيرة. الدفاع المدني هنا لديه قدرات عالية لدينا في الأردن للتعامل كما هو الآن معمول فيه بالمغرب، يتم استخدام كل السبل المتاحة للمساهمة في الإنقاذ. إحنا بحاجة أولا إلى توفيق رب العالمين فقبل كل شيء، ثم بحاجة إلى السرعة في الإنجاز. ما نخشى الآن في المنطقة، منطقة العمليات، أنه يكون في أمطار مثلا في هذا المساء، أو تخرج مياه من باطن الأرض لأنه ممكن أنها تصادفهم بعض المياه. هذه المحاذير التي نخشاها، أو أن يحدث لا سمح الله انهيار مفاجئ. البعد السيناريو الإيجابي أن تسير عمليات حفر النفق الأفقي 3-4 متر بيسر وسهولة وسلاسة، يتم تركيب هذا الأنبوب أو الأنبوبين ومن ثم إخراج ريان بهذا، يعني بهذه البساطة أتحدث إليك سيكون العمل. عمل الإخوة في الرفع المساحي حسب ما شاهدت لتحديد الارتفاع ونقطة الدخول إلى البئر التي يجب أن تكون أسفل ريان بنصف متر أو متر حتى نتفادى الاصطدام به أو العبث بالصخرة التي تحمي، لأن العبث فيها غير جيد بسبب لنا مشاكل. يجب أن يكون نقطة الالتقاء أسفل مكان وجود ريان والصعود إليه من فقلق الإنقاذ إلى أعلى وإخراجه إن شاء الله سالما معافى، وإن شاء الله آمل أن يكون مع ساعات فجر هذا اليوم قد انتهت الأعمال وكللت بالنجاح، ونرجو ذلك. ندعو الله ذلك، نرجو ذلك يا رب. بروفيسور يا رب. سعيد المتوكل، العامل الأهم الآن أن تصل فرق الإنقاذ وريان يتنفس. في حال ما وصل الأطباء إلى ريان وهو يتنفس، كيف تتعاملون مع حالة كهذه؟ هو هناك إكراهات فيزيولوجية، إكراهات جيولوجية كما شرحها الأخ الأردني صخر، وكذلك هناك انعكاسات طبية للردود على الطفل. قصدي بروفيسور إذا تفضلت، إذا انتشل ريان وهو يتنفس، كيف يتصرف الأطباء معه مباشرة؟ ماذا يفعلون؟ يجب حمايته، يجب كذلك تدفئته، إيصال كما تدفئته، يجب إنعاشه بمده بالأكسجين، يجب كذلك حماية الجهاز العصبي، يجب حماية العمود الفقري وخصوصا العنق، عنقه، يجب إمداده بالسوائل، يجب تدفئته لأن هناك نزول في الحرارة، يجب الاعتناء به، ويجب كذلك يجب إمداده بالسوائل لأن هناك حالة جفاف. كل هذه الحالات تشكل عائقا كبيرا وتحديات كبيرة، وهناك أمل كبير إن شاء الله. إن شاء الله نتمسك بالأمل. الأستاذ أنس البعبو، في أقل من دقيقة هل لديك معلومات ماذا يجري الآن؟ حقيقة أنا الآن لست أتواجد أمام المكان الحفر، ولكن الآن يعني في منطقة مليئة بالمتابعين، بالأشخاص الذين يتابعون العملية، أشرف على عملية توزيع المياه وتوزيع الوجبات الغذائية. طيب. وليس لدي أي معلومات حول ما يجري الآن في منطقة العملية. أستاذ بوخشو، كنتمنى من الساكن أنها تجاوب مع النداءات ديال السلطات المحلية والنداءات اللي تقدموا هنا عن طريق ميديان تي في، وتخلي المنطقة العمليات للفرق الإنقاذ باش تقوم بالواجب ديالها. شكرا جزيلا، نتمنى أن رايان يكون معنا يا رب. أرجع إلى عبد المولى بوخريس، أنت معي عبد المولى؟
طيب الأستاذ صخر معنا، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به. أريد أن أرجع إلى عبد المولى بوخريس. عبد المولى أنت معي؟ طيب الأستاذ الدكتور سعيد المتوكل، بروفيسور سعيد المتوكل، علينا أن نتمسك بالأمل. إذا كان الأكسجين متوفر وريان يتنفس إذن ففرصه ما زالت قائمة. هو الفرص الحياة لا زالت قائمة، يجب التمسك بالكثير من الاحتياط، ويجب إيصال الأكسجين، يجب تغذية المريض، يجب ارتوائه بالسوائل، كل هذا ممكن. وتحية وإكبار للفرق الوقاية المدنية، لكذلك المهندسين والفرق الطبية الموجودة على الميدان. كل هذا سيمكن هذا الطفل من النجاة، نتمنى ذلك، وكل الأمل لهذا الطفل، وتحية لجميع الفرق الطبية والوقاية المدنية التي تسهر على إنجاح هذه العملية إن شاء الله. شكرا لك بروفيسور. نعود مرة أخرى إلى موفد قناة ميدي أن تي في، عبد المولى بوخريس. عبد المولى، هل لديك معلومات؟ ماذا تفعل الآن فرق الإنقاذ؟ إلى أين وصلت عملية التدخل؟ نعم جوهرة، فرق الإنقاذ هي الآن بصدد العملية الحاسمة أو المشهد الختامي من عملية التدخل، ألا وهي طبعا مسألة شق هذا النفق الأفقي الذي سيصل أو سيطل على ريان في المكان الذي يتواجد عليه. هذه المرحلة تتوقف عليها جل العملية بأكملها، ويتوقف عليها مصير الطفل ريان في الساعات القادمة. الفرق التدخل أبانت عن مهنية كبيرة، لم ترضخ للتدخلات، لربما للضغوط التي مارستها الحشود بإسراع بالتدخل، لكنها انطلقت من منطلق أن العملية يجب أن تدار بحكمة، ويجب أن تستمع لصوت أو منطق العمل المتقن في نوع هذه في مثل هذه العمليات، لأنها لا تتعامل مع تدخل من أجل افتتات جثة، ولكن مع كائن حي ما زال ينتظر دوره في الحياة، وما زال ينتظر أن تصل إليه فرق الإنقاذ، وبالتالي أي خطأ يمكن أن تنجم عنه ربما مساوئ كثيرة ستودي بحياة لربما فرق الإنقاذ قبل أن تودي بحياة الطفل. فالمسألة تلعب على بضع سنتيمترات قليلة من أجل شق هذا النفق. ربما حاليا نحن بصدد متر أو مترين بدأ العمل فيهما، بدأ يعني الفرق في شقهما، وكذلك كما أسلفت سابقا في حمايتهما. كم متر تفصل حتى الآن عن ريان؟ نعم معذرة لم أسمع السؤال. كم متر يفصلنا للوصول إلى ريان؟ طيب في المجمل قلت ما بين 4 و6 أمتار، حاليا مترين تم إنجازهما. طيب. فبالتالي مسألة هي في حدود 3 أو 4 أمتار، لكن كما قلت العمل هو دقيق ويتم بتأودة وبانضباط كبير للخطط الموضوعة قبلا من قبل المهندسين الطوبوغرافيين وكذلك الجيولوجيين، الذين لولا توجيهاتهم لما كانت العملية إلى ما هي اليوم. السيناريو الذي انطلق العمل به أو الذي تم العمل به بحسب شهادات خبراء وكذلك من الخبراء وكذلك التفاعلات الدولية مع مجريات العملية هي الأسلم والأأمن بعد أن فشلت جميع المحاولات والمناورات الأخرى قصد الولوج مباشرة من فم البئر إلى غاية إلى عمقه، لأن ربما قطر لا يتجاوز 45 سنتيمترا وفي منتصفه لا يتعدى 30 سنتيمترا، يجعل من الاستحالة بمكان أن يصل أي كائن طبعا بإمكانه المساهمة في عملية الإنقاذ إلى العمق وإخراج الطفل دون ما
مضاعفات، لأن هناك بطبع لحسب الآراء التي تقيناها من عين المكان من الأطباء المتواجدين بعين المكان أنه الصدمة صدمة الوقوع أكيد أنها تسببت في عدة كسور وفي عدة ردود، فبالتالي عملية الاستخراج يجب أن تكون بشكل يضمن أن لا يتم مضاعفات تنجم عنها مضاعفات ونقلها بشكل آمن، وأن يتم مراعاة هذه المسألة في عملية النقل طبعا وفق باستعمال طبعا تقنيات طبية، وكذلك تكون عملية النقل بشكل سريع، وهذا ما توفره المروحية الطبية التي تنتظر ونأمل أن تقوم بمهمتها في الساعات المقبلة، وأن طبعا أن يأتي تأتي تبشير الأولى لصباح اليوم وقد انتهى هذا الكابوس، وسمع المغاربة خبرا يثلج صدورهم ويريح الجميع من هذا المسلسل الطويل من الانتظار الذي تجاوز 80 ساعة. عبد المولى بوخريس موفد قناة ميديا ان تي في إلى عين المكان، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول كذلك للأستاذ صخر نسور الذي كان معنا من الأردن، إلى البروفيسور سعيد المتوكل الذي حل لنا الحالة الإكلينيكية للبطل الصغير ريان، إلى أنس البعبو عن الهلال الأحمر، ولا علاء أبو خجو وهو عضو مؤسس لجمعية شفشاون للاستغوار. شكرا لكم مشاهدينا، أملنا كبير في الله، أملنا كذلك كبير في صمود بطلنا الصغير وحبيب قلبنا جميعا ريان. إلى اللقاء.